الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين، ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
خليه ينبسط. صلاة ركعة واحدة. أنا في حياتي ما عمري شفت صلاة زي كذا ركعة ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرك شفت زي كذا؟ صلي صلاة بدون الحمد لله رب العالمين في الظهر ويركع ركعة واحدة ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا ما ساير في المدينة من وراء 7 مساجد. شوف ركعة واحدة ويقوم في الظهر الساعة 2. يبغى يمسك هذا يضربه إلى أن يمتد يده. أكبر عليك. إنا لله وإنا إليه. هذا في مسجد يصير كذا في المدينة المنورة؟ هذا إيش هم أبو العمايم ذا؟ بعدين مسبلين اليدين وكثيرين. ما هم قليل. شوف من وقوف على طول. هذا شوف يا جماعة الخير، هذه صلاة. إنا لله الحمد لله على نعمة الإسلام. شوف ركعة واحدة بس. تقولوا لي ما في خبيط ولا بيط؟ يمكن تنتهي الحفلة وهو ما يتكلم. نشرد لا يقوم علينا بس. خلاص انتهت، ولا سلامي ولا سلامك. خليه ينبسط. صلاة ركعة واحدة. يبغى يمسك هذا يضربه إلى أن يمتد يده. الله أكبر عليك. أنا في حياتي ما عمري شفت صلاة زي كذا ركعة ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرك شفت زي كذا؟ صلي صلاة بدون الحمد لله رب العالمين في الظهر ويركع ركعة واحدة ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا ما ساير في المدينة من وراء 7 مساجد. شوف ركعة واحدة ويقول في الظهر الساعة 2. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا لمخرجون أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن
إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.